احنا بدينا في كليه الصيدله جامعه العالميه الدوليه برنامج الفارمي دي كلينيكال فارماسي، ابتدينا من سنه 2020. احنا بقالنا دلوقتي تقريبا السنه الجايه ثالث سنه. اول ما ابتدينا استقبلنا حوالي 350 طالب في البروجرام، والسنه اللي فاتت اخذنا 160 طالب. السنه دي ما شاء الله يعني انا شايفه الاقبال جامد جدا، فالعدد كبير، بس احنا الحمد لله يعني امكانيات الجامعه ممكن تستقبل اي عدد يجي لنا. زي ما انت عارف ان في امتحان بيتعمل، وعلى حسب مستوى الطالب في الامتحان ده 30% من مستوى الطالب، يعني 70% اللي هو المجموع الاعتباري، 70% من مجموع الثانوية العامة و 30% من الإجزام اللي بيتعمل في الكامبس هنا. كلية الفنون والتصميم المفروض ان هي في مبنى 7، ويمكن المبنى دوت مخصص للطلبة، ما فيش مشاركة من الكليات التانية، بل بالعكس انا اللي بشارك مع كلية علوم وحاسبات في الكمبيوترز اللي عندها والفاسيليتي، لان في معمل الفي ار واحنا بنستخدمه في الدراسة عندنا. الكلية طبعا مجهزة بكل التجهيزات من معامل، رسم هندسي، معارض، عندنا قاعتين المعارض الفنون التشكيلية، عندنا المراسم طبعا، وبتتقسم الطلبة لجروبات عشان الأساتذة يقدروا ان هم يعني يتابعوا معاهم. هنا احنا كجامعة احنا ماشيين بنظام البرامج الأكاديمية، وده بيدينا يعني حرية ان احنا نطرح برامج متميزة، نطور البرامج، نعمل برامج بينية ما بين المجالات المختلفة وبعضها. فاحنا ضمينا زي يعني الجامعات الدولية المتميزة في الوقت الحالي جميع التخصصات اللي هي علاقة بعلوم الحاسب وهندسة الحاسب تحت مظلة واحدة، وبالتالي كل الجهود اللي بتصب في البرامج سواء علوم او هندسه الحاسب بتتضافر مع بعضها علشان تقدم افضل ما يمكن، وعشان تتطور كمان من يوم للتاني. ففي برامج في علوم الحاسب شروط قبولها هي شروط حاسبات، وعدد سنين الدراسه فيها في المتوسط يعني 4 سنوات، طبعا احنا نظام الساعات المعتمده 127 كريدت اور. وفي مجموعه البرامج اللي هي تحت هندسه الحاسب وهندسه الذكاء الصناعي، ديت متوسط الدراسه فيها 5 سنوات، وشروط قبلها شروط هندسة وطلع بكالوريوس هندسة. دي السنة الثانية ليا، أنا خلصت إعدادي أهو، إن شاء الله هتحول لسنة أولى يعني قسم في ميجاترونكس. الجامعة بصراحة يعني بكل وضوح وأمانة يعني الدكاترة بتساعد يعني الطلبة ان هي تجيب جي بي اي عالي، يعني بتساعدها ان هي كمان ان هي تتعلم صح وتبقى يعني حاجة في المستقبل. انا جيت النهاردة اتعرف اكتر على جامعة العالمين، عملنا تور كانت منظمة، عجبني ادونا محاضرة عرفونا اكتر بالمجالات بالنظام ونظام الدورمز، ان شاء الله هنخش يعني. الجامعة النهاردة كانت عاملة تور عشان خاطر كل الطلبة سواء ثانوية او IG او American يجوا ويشوفوا النظام هنا والميجرز، كل الميجرز المتاحة والفاسيليتيز وكده، وعشان خاطر يعني يدونا فكرة عشان نقدر ان احنا نقرر بطريقة صح ايه اللي احنا عايزين نعمله في حياتنا يعني.